احنا حاطين عنوان لحلقتنا الاهلي المخيف بمن حضر. انا عايزاك تحط عنوان لمباراة امبارح. لا هو حضرتك قلتي خلاص الاهلي من حضر. هو ملخص المباراة كده امبارح، وخاصة لعيبة النادي الاهلي اللي شرفونا امبارح طبعا وعملوا اداء كويس خاصة الشوط الثاني. الاهلي بمن حضر طول عمره بمن حضر، مفيش فرق بين اساسي واحتياطي، دايما اللي موجود في الملعب هو بيبقى راجل وبيبقى قد فانيلة النادي الاهلي دايما، واللي بيميز طبعا لعيبه النادي الاهلي سواء اللي بره او اللي جوه هو روح النادي الاهلي. روح النادي الاهلي دايما بيبقى طاغيه على اللي بره قبل اللي جوه. وده شفناه امبارح لما كهربا جاب الهدف الاول، الدكه كلها جريت عليه. محمد شريف طبعا الحمد لله على السلامه، طبعا جماهير النادي الاهلي كلها بتبارك له طبعا، وفرحانه جدا لمحمد شريف ان هو احرز هدفين طبعا بعد طول غياب، وخاصة في ماتش كبير زي ماتش الاهلي والزمالك كده، فدي بتبقى حاجة كويسة. الحاجة اللي برضو كانت طاغية امبارح اللي هي زي ما قلنا كده، ان دكة البدلاء كلها كهرباء او محمد شريف لما جابوا الاهداف بتاعتهم كل الدكة جريت عليهم وهنتهم وفرحوا مع الجماهير وحتى بعد الماتش، فكل ده بيميز النادي الاهلي. وده اللي هنفضل نقوله برضو، لسه قلنا برضو ده العنوان الملخص بتاع الاهلي بمن حضر.